بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد. النهاردة عن الأبراج، والنهاردة هنتكلم عن برج مهم جدا عندي في القناة، وبرج يعني دايما بيعمل نسبة مشاهدة كبيرة جدا، فعشان كده لازم اهتم بيه. والنهاردة بناء على طلب المشاهدين قررت اتكلم عن برج الجدي، وايه هي اهم الصفات اللي معروف عنها برج الجدي الترابي، وازاي نتعامل مع برج الجدي. هحاول ان انا ما اطولش الفيديو عشان ناس كتير بتشتكي من كل الفيديوهات، فانا دايما بحاول يعني ما زدتش عن 3 دقايق بس، والله بتوه مني بالغصب عني. فخلونا نتكلم النهارده عن برج الجدي الترابي، وايه اكتر صفات معروفه عنها برج الجدي، وازاي نفهم برج الجدي كمان، عشان برج الجدي يعتبر من اصعب الابراج في التعامل معاه، يعني سبيشالي رجل برج الجدي. فلو انتم مهتمين ببرج الجدي يبقى لازم تتفرجوا على الفيديو لحد الاخر، وتعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. بتاعتين جدا لدعم القناه. عارفين عمر يعني ايه اقتحم الفيديو، فكان لازم ان اسيطر شويه. طيب، بماذا يتصف برج الجدي؟ اول حاجه لازم تعرفها عن برج الجدي ان هو من الابراج اللي صعب جدا ان هو يعبر عن مشاعره. يعني برج الجدي مش سهل ان انت تفهمه بسهوله، مش سهل ان هو يعبر عن مشاعره، مش سهل ان انت تفهم اصلا هو بيفكر في ايه. فده طبيعي، يعني اي جدي انت بتتعامل معاه لو حاسس الجدي انت ما تقدرش تفهمه بسهوله، لان الجدي مش بيبين مشاعره بسهوله اطلاقا. الجدي ذكي جدا جدا ده، بيعرف شعره، بيعرف ازاي يعني بيعرف ازاي يبقى مبين عكس اللي حاسس بيه. يعني برج الجدي من ابراج الشاطره جدا ان بتقدر تبين عكس اللي هي حاسه بيه. في ابراج ما تعرفش تعمل كده، في ابراج اللي هي مرايه اللي بتحس بيه بتبينه، الا ان برج الجدي شاطر جدا ان هو يخبي مشاعره، وان هو ممكن يكون حاسس ان هو بيحبك وان انت وحشه جدا جدا، ولما يشوفك يبين لك عكس يعني عكس الرياكشن ذات تطول. هو ازاي ما عندوش احساس كده؟ طب هو ازاي بارد كده؟ طب هو ليه بيعمل معايا كده؟ وهو اصلا يعني هيبقى هيموت من جواه، بس هو مش عايز يبين ان هو متضايق، ومش عايز يبين ان هو زعلان، وعايز يبين نفسه ان هو برج قوي. برج الجدي من اكتر الابراج اللي عندها داء العظمه، داء العظمه ده يعني شايف نفسه جدا جدا، زيه زي برج الاسد. برج الاسد عنده نفس الموضوع دوت. فالاسد والجدي الاثنين دول تحس ان هم يعني انا هعتبرهم من اكتر الابراج غرورا، هم الاثنين عندهم غرور مش طبيعي. يعني الاسد والجدي الاثنين مغرورين جدا، الاثنين عندهم يعني حب للذات مش طبيعي، بيبان جدا طبعا لما بييجوا يتعاملوا مع اي حد. فبرج الجدي الطبيعي بتاعه هو مش قصده ان هو يترسم عليك، ولا قصده ان هو يتنك عليك، ولا اي حاجه من الحاجات دي نهائي نهائي، بس هو برج الجدي دي طبيعته يا جماعه البشريه، ان هو شايف نفسه اذكى من الناس التانيه بكتير، شايف نفسه ان هو شخص طموح جدا، شايف نفسه ان هو مفيش حد في الدنيا بيفكر زيه، فمفيش حد زيه، فبالتالي هو بيتعامل مع الناس بهذا يعني بيتعامل مع الناس بهذا يعني بهذا الغرور، ان هو شايف نفسه مختلف، شايف نفسه ان هو انا يونيك، انا مختلف، انا مميز، انا مفيش حد زيي، يعني انا مفيش حد ممكن يعني يوصل لنصي حتى. فتحس ان هو بيتعامل مع الناس بهذه، هو مش انا مش هقول ان هو يعني مش بيتعامل مع الناس بالطريقه دي، مش قصده حاجه وحشه، بس هي دي طريقته، هي دي طريقته في التعامل مع الناس التانية. فبرج الجدي برضو من الابراج اللي لماحه جدا، بتعرف تحلل كويس قوي، فوانت عمال بتتكلم معاها وانت عمال بتحكي هو ساكت، تفضل هو ليه بارد كده؟ طب هو للشخص ده يعني تبقى مقتنع ان هو مش فاهم حاجه وان هو بارد جدا، الا ان هو عمال بيحلل كل كلمه وكل حرف انت بتقوله 60,000 مره في الدقيقه. يعني كل حاجه انت بتقولها وعمال بيحللها وعمال عمال انا مش قادره اتخيل ان انا قاعده كده، عمال يعني بيحلل كل حاجه وعمال بيفكر وعمال يعني ايه كل كلمه وكل حرف انت بتقوله هو عمال بيحلله كويس قوي، والباقي عمال بيحلله كويس جدا جدا، وعمال بيحاول يعني يفهم انت بتفكر ازاي، يفهم انت بتحلل ازاي، انت يعني كل كلمه بتقولها فعلا هو عمال شغل مخه، وانت مش فاهم ان هو مركز جدا معاك. اوكي يا جماعه، هقفل الفيديو ده واكلمكم في جزء تاني على طول، بس عشان خاطر عمر عمال يبوظ لي في الفيديو، فانا مضطره ان انا اقفل.